اليوم درنا هذه الوقفه احتجاجيه بعد عده مراسلات، ودرنا تذكير للسيد الوالي ولا جواب من الجهات المسؤوله خصوصا من السيد الوالي. المراسله هي الغاء القرار رقم 942 اللي حقه هو مجحف حقنا احنا كقطاع سياره الاجره من الصف الاول والصف الثاني، اللي حاليا اولت فيها اعتقالات وفيها الى تجاوزتي الحموله انك تمشي حتى اللاكاب ولا تخلص 2000 درهم. وهذا هو اللي ارتئينا اننا نعود ندير مراسله اخرى للسيد الوالي، وهو حول ملف الوزاره الداخليه، وحنا عرفنا بانه كاع القرارات العامله اللي خرجت من الولات والاقاليم من المدن الاخرى ما مشاش بهذه الطريقه هذه، الا هذا هو اللي خلانا حنا ما عرفناش علاش السيد الوالي انه تعامل معنا بهذه المساله هذه. كنعرفوا بانه الاخوان بغاو ماشي حنا مطبقين القانون وبغينا، ما عندناش المشكل حنا انه يكون القرار ديال 50% نطبقوه، ولكن اللي بقى فينا هو العدل ما كاينش. العدل تلقى الطوبيس الحموله اللي معطياك 50% وهو كيحمل اكثر من 200% بالاضافه للنقل المزدوج، والمسؤول يعني السلطه حاطه العين على سياره الاجره بالدرجه الاولى. هو اللي خلانا الصراحه يأسنا وصراحه ما بقاش ما فينا ما يصبر. جينا درنا الوقفه ديالنا، كان عندنا وعود كاع من الولايه من جهات بانه غادي تخرج لنا قرار، يعني تلغى ذاك القرار رقم 942 وخرج لنا هذا القرار ديال خمسه المقاعد اللي معطيه لجميع المدن المغربيه، ولحد الان باقي ما تمش هذا القرار من السيد المسؤول الاول اللي هو الوالي صاحب الجلاله على مدينه مراكش جهه اسفي. في البدايه كان احتجوا على الاقصاء اللي وقع للطاكسي باستثناء جهة مراكش اسفي كامله كانت عندهم خمسة البلايص، علاش الاقصاء ديال المدينه بوحدو اللي ما تعطوش خمسة البلايص؟ ومن ناحيه اخرى الكل خدام تقريبا ب 100% لا حافلات النقل الحضاري ولا المينيبيس اللي اصلا هي غير قانونيه تخدم داخل المدار الحضاري خدامه، وخدامه بالفائض ب 35 حتى 40 بلاصه باش خدامه، واحد الاكتظاظ كثير وكثير بزاف. وعلاش حنا الاقصاء ديالنا؟ حنا كنطالبوا غير مجرد بخمسه البلايص من ناحيه الطاكسي الكبيره والصنف الاول، وكنطالبوا بثلاثه البلايص الصنف الثاني، وما استجبوش للطلبات ديالنا ما عرفناش علاش. كنتمناو من السيد الوالي يخرج يعطينا شي مبرر على هذا الشيء هذا، وفي نفس الوقت حنا كنطالبوا مجرد غير بالحقوق ديالنا، ما كنطالبوش شي حاجه اللي هي اكثر، وخصوصا دابا كنخلصوا القوانين ديالنا كامله ما فيهاش الاستثناء ما فيها حتى شي حاجه، ومع ذلك حنا مازال مضرورين بزاف، وكنتمناو من الله يشوف لنا شي حل في القريب العاجل ان شاء الله. اليوم الوقفه جاءت كردة فعل على مجموعه ديال الارسالات والمراسلات اللي في اطار التنسيقيه على مستوى مدينه مراكش نتواصلوا بها مع السيد الوالي، وكان مطلب ليه هو اني هو الغاء القرار 942 ورفع الطاقه الاستيعابيه ديال سيارات اجره الى خمس مقاعد وسيارات اجره صغيره الى ثلاث مقاعد. ولكن نتاسف كثيرا حقيقه لانه السيد الوالي اخذ الامور بلا مبالاه وبالاستهتار، وانه لا سؤالنا دائما العريض كمهنيين هو ما موقعنا احنا في هذه المنظومه الاقتصاديه ديال هذه البلاد، اشنا هو الموقع ديالنا؟ وحنا من الناس اللي كنا من السباقين اللي التزمنا وامنا بانعكاسات ديال واثار ديال الجائحه، وامنا والتزمنا وكنا حقيقه مده 3 أشهر او 4 أشهر حنا ملتزمين، ولكن السيد الوالي لم يبدي اي اهتمام، السيد الوالي لم يدر اي خطوه ايجابيه في حقنا. اخر لقاءات كانت على مستوى قسم الشؤون العامه، شكرا لهم، شكرا للجهاز الامني، لانه هما كانوا على الاقل فتحوا لنا الباب واعطيناهم المشكل اللي عندنا اني. ولكن السيد الوالي بعدما طلب منا، اقول طلب منا، انه ناجلوا الوقفه اللي كانت يوم نهار الاثنين الى اليوم الخامس، واستجبنا ولبينا الطلب بايماننا بالحوار الجاد، ولكن مره اخرى اتاسف جديد مرة أخرى لأنه السيد الوالي لم يعر أي اهتمام. لذلك كان الدافع الأساسي لهذه الوقفة، وهي بداية وأقول أتحمل كامل مسؤوليتي، هي بداية أشكال نضالية جديدة إن شاء الله في حالة عدم استجابة الإدارة الوصفية في شخص السيد الوالي إلى هذا المطلب اللي هو آني.
ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.